تركيا الآن تتراجع. لا أحد الآن ينكر أن تركيا قبل 5 سنوات ليست مثل الآن. الآن ذهبت تركيا، أطردت بعض المعارضين من إسطنبول المصريين وذهبت إلى مصر، وذهبت المملكة العربية السعودية، هذه الدول وإلى الإمارات، وهذه الدول كانت ترى تركيا تهديدا لها بتحالفها مع الإخوان المسلمين. تركيا حتى في ليبيا وعندها قوة عسكرية، كنا نظن أنه تركيا ستقدم حتى إلى سرت، أصبحت مهددة حتى في طرابلس. المواجهة الأخيرة ما بين بشاغة ورئيس الحكومة دبيبة، واضح اللي تركيا عمليا لم تعد ترغب في المواجهات، رأتها مكلفة لها كثيرا، وربما أيضا كثرة اللاجئين العرب نتيجة ما يسمى بالربيع العربي. الآن يمشي لأي واحد يمشي يزور إسطنبول يجد المصريين، يجد السوريين، يجد من المغاربيين الليبيين، هذا كله ضغط كبير على أردوغان وإنقاص من شعبيته في داخل الشارع التركي. ولذلك رأت أنه المواجهات أو ما يسمى دعم الأنظمة أو دعم أنظمة الانتقال الديمقراطي التي جاءت من الربيع العربي لم تؤدي إلى ما كان مرجوا منها، ولذلك وهي الآن تأخذ خطوات إلى الوراء، تحاول أن تجد علاقات مع أنظمة مستقرة في الجزائر، في مصر، أنظمة أيضا عسكرية كانت معادية للربيع العربي، وحتى الدول الربيع العربي في تونس تراجعت فيها. واضح اللي تركيا تتراجع، وهي على كل حال أردوغان مشهور عليه طبعا أنه رجل ليس مغامرا، سواء كان في سوريا رغم أنه وعد بالتدخل لكنه لم يستطع نتيجة الغضب الأمريكي والغضب الروسي، وأيضا في تونس أيضا تراجعت، في ليبيا أيضا متراجعة، تركيا في منطقة العربية متراجعة، وهذا التراجع تعوضه بنوع من الاتفاقات أو العلاقات التجارية التي تضمن بما يسمى المصالح الدولة التركية، وهذه طفرة ونقلة كبيرة. تتذكر يعني حتى أعود لك بالتاريخ من الإشباه والنظائر كما يقول الجابري، مثلا أتاتورك لما كان يحارب في ليبيا بعث برسالة إلى الخلافة، قال لهم المعركة في ليبيا خاسرة ويجب علينا أن نهتم بأراضينا في البلقان. هذا كالتحدي الكبير، لأنه بعد دخول تركيا في صراع مع إيطاليا في ليبيا، الدول البلقان بلغاريا واليونان ورومانيا أصبح انتفضوا ضد الدول القومية تريد أن تستقل عن الخلافة العثمانية، وكانت ثورة الجبل الأسود مشهورة ومعروفة كبيرا ودعمتها إيطاليا. معنى ذلك تقريبا نفس الشيء الآن. وحتى أكمل لك، أتاتورك لما رجع قال لهم ندافع على أراضينا في بلغاريا وفي اليونان وفي شرق أوروبا. رجع من حربه في ليبيا، وجد مدينته سولانيك أصبحت يونانية، وأهله وجدهم لاجئين في الأسيتانة في إسطنبول. نفس الشيء الآن، الأتراك ضغطوا حقيقة، هذه الأحزاب العلمانية شكلت ضغط على العدالة والتنمية مع الأزمة الاقتصادية، اضطرت فيها الحكومة التركية إلى التراجع في كل المواجهات التي حصلت مع مصر والسعودية والإمارات في المنطقة العربية وفي غيرها. نعم. ولذلك ذهب أطرد المعارضين وذهب إلى مصر وذهب إلى السعودية. من هذا الباب لا يجب أن نقول أنه هذه السياسة تستمر مع أردوغان أو لا تستمر. أردوغان ذاته الآن يتراجع إلى الخلف، يريد أن المصالح التركية كدولة تجارية اقتصاديا، ولم يعد معني كثيرا بشكل الأنظمة القائمة، سواء كان في مصر هذا نظام عسكري، هو قال أنه نظام عسكري إجرامي وقتل البصريين في الساحات، في الآن ذهب إليه وذهب يزورهم. إذن واضح اللي ثم تراجع في السياسة. طيب الآن هل المنطقة العربية تستفيد من تركيا؟ هنا يجب أن نعود ونقول أنه ما حك جلدك مثل ظفرك، يعني المنطقة العربية يجب، أو المنطقة المغاربية تحديدا، يجب هنا أن تكون هذه الشعوب صحيح ترغب في التعاون مع تركيا، والعلاقات التاريخية كبيرة. وأنا أعترض على الذي كان يقول أنه كان بعض الأطراف ترى في تركيا احتلالا. الخلافة العثمانية لم يكن يراها المسلمون في المنطقة العربية وفي المغاربية تحديدا احتلالا. لا يمكن لدولة مثل الجزائر أو تونس أو ليبيا
أربع قرون أو خمس قرون تحت الخلافة العثمانية يرونه محتلا ولا يقايمونه، لا يمكن، لا يوجد، لم يهدد لا لغتهم ولا دينهم ولا ثقافتهم، كانوا جزء من هذاك التوسع الإمبراطوري الإسلامي، كانوا يرونه صدا لقوى أوروبية تتربص بهم، وهذا نعم. الذي حصل بعد ذلك. ولذلك تركيا لم تكن ترى، أو الخلافة العثمانية تحديدا لم تكن ترى على أنها احتلال، وإلا لكانت وجهت بالانتفاضات المسلحة مثل ما حصل في الثورة الجزائرية أو التونسية أو غيرها. هذا أولا. ثانيا، الشعوب المغاربية لا ترى في تركيا عدوا. الشعوب المغربية عندها مشاكل، يجب أن نرى في تركيا، أقول هنا ما هو مطلوب، يجب أن ترى في تركيا المثال كيف لدولة كانت فاشلة محكومة عسكريا. كنعان إفرن لما عمل الانقلاب قتل الآلاف، عشرية سوداء مرت على تركيا، ولكن تركيا تخلصت من الحكم العسكري وأنشأت ديمقراطية مستقرة ونجحت اقتصاديا. هذا هو المثال الذي تتبعه دول المنطقة المغاربية وكل الدول العربية، التخلص من أنظمة الاسترداد، بناء أنظمة ديمقراطية مستقرة، والقيام بنهضة اقتصادية واتحاد ما بين الشعوب العربية.